استضافت محمية وادي دجلة بالمعادي البطولة الأفريقية للدرجات الجبلية، تعالوا نتابع. على مدار يومين وتحديدا في محمية وادي دجلة أقيمت البطولة الأفريقية الأولى للدرجات الجبلية. هذا المكان شهد هذه البطولة للمرة الأولى. خلينا نشوف مع حضراتكم أحدث وأهم ما في هذه البطولة من فرق مشاركة ولعيبة ولقاءات حصرية خاصة لتنس بورت. اليوم أيضا في الدرجة الجبلية أكثر من 14 دولة أو 16 دولة أفريقية تشارك في هذه البطولة. أكبر عدد من اللاعبين موجودين، أكثر من 80 لاعب يشارك في البطولة الأفريقية للدرجة الجبلية. أول مرة زي ما قلت يحدث هذا الحدث، تنظم مصر هذا الحدث. ليست هذه المرة الأولى التي أزور بها مصر، إنها المرة الثانية، وقد حضرت إلى مصر بناء على دعوة من صديقي الدكتور محمد وجيه عزام رئيس الكونفدرالية الإفريقية. لقد شاهدت البطولة اليوم وهي بطولة كبيرة والتنظيم رائع وعدد المشاركين من الدول كبير، سواء على مستوى اللاعبين أو اللاعبات. علمت أن هناك 15 دولة تشارك في البطولة وهذا رقم مهم. بشكل عام البطولة رائعة. الحمد لله كانت بطولة ناجحة جدا، وكانت برضو لازم نقول ان دي كانت اول بطولة درجات جبلية مش بس في مصر انما كمان في شمال افريقيا. كان دايما الدول الجنوب هي المحتكرة البطولة، كانوا بينظموها جنوب افريقيا، رواندا، ليسوتو، انما اول مرة في دولة عربية ودولة شمال افريقيا تتنظم فيها. فده معتبر ان هي شهادة كبيرة لمصر ولينا كلنا، وإن شاء الله كلنا يعني بنأمل إن احنا نعمل إن شاء الله كأس عالم في مصر. مكان السباق جيد جدا وهو فرصة مناسبة لعشاق هذا النوع من الرياضة. إنه شيء إيجابي أن يشارك عدد كبير من اللاعبين يمثلون دولا مختلفة. مستوى المتسابقات في البطولة مبهر للغاية. محمية وادي دجلة مكان متميز والبطولة كانت رائعة. أنا شاركت ببطولة اليوم أفريقيا جونيور وكانت صعبة والحجارة كتير وقعت أكثر من 6 مرات، والحمد لله أني كسبت المركز الثاني. والجو هنا في مصر جميل جدا وتنظيم جميل، وأشكر المدرب تاعنا الرياضي